صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة يوم جديد ويوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو أوكرانيا المجنون الجميل. الساعة ساعة جدا جدا جدا، حتى البيوت يا جماعة من الساعة في الشارع مأثرة على البيت جوه. يعني احنا غالبا بنقعد جوه البيت، الواحد بيقعد بتشيرت خفيف أو بيقعد من غير طاقية، الجو فعلا برد، الدفايات مش قادرة تقاوم البرد ده. النهاردة حبيت أتكلم مع حضراتكم على السنة اللي فاتت واللي حصل لي في السنة اللي فاتت. أولا السنة اللي فاتت كان عندي، نبدأ بالمشتركين، كان عندي مشتركين ما هماش كتار زي دلوقتي، كل يوم بزيد عن اليوم اللي قبله كتير قوي، ودي من حاجات من نعم ربنا عليا الحمد لله رب العالمين، عشان الواحد دايما بيراعي ربنا في اللي بيقوله. النهاردة هتكلم معاكم على السنة اللي فاتت دي كلها اللي هي 2019، ونبدأ سنة 2020 نبدأها بالخير والتفاؤل والأمل. سنة تصحيح الأخطاء، الأخطاء اللي مرت عليك في 2020 في 19 2019 حاول تصلحها في 2020. حصل لي حاجات كتيرة قوي، خسرت ناس وكسبت ناس، مش ندمان ان انا خسرت حد، اقسم بالله. كتير قوي ناس، هخليني اتكلم في الماضي والامور اللي حصلت لي في السنة 2019. ناس عزاز عليا توفوا، وناس اتولدت، وناس راحت وناس جت، ناس كتير قوي اتكلمت في حقي وما زالت بتتكلم في حقي كتير قوي. ومع ذلك في بعض الاحيان قابلت السيئة بالسيئة، ولكن من الميزات الكويسة ان انت تراجع نفسك، تراجع نفسك على اخطائك. انا من النوع اللي براجع نفسي لما بيحصل حاجة، بستغرب جدا ان انت تكون مصاحب حد والحد ده يظلمك او يخونك او يهينك حتى في غيابك. تيجي تقول له اشتريت حاجة يقول لك ازاي منين؟ يا عم ماشي، ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى. لما ربنا سبحانه وتعالى بيرزقك الخير وبيرزقك برضو احيانا المرض تكفير عن ذنوبك، مش ده برضو رزق؟ المرض ده مش رزق، ده رزق تخفيف ذنوب. احيانا الواحد بيمر بظروف صحية ما بشكل ما، فبيقول ده نهاية العالم، ولكن نهاية العالم مش كده. الطب ربنا سبحانه وتعالى في المرض أو خلق المرض وخلق الدواء عفوا. حاجات كتيرة جدا، مش عاوز أضايقكم، ولكن السنة دي عاوزين إن احنا نصحح أخطائنا، إن احنا نخلي السنة دي سنة خير علينا. شغلك مش قد كده، حاول تبحث عن عمل جديد. وسبق وقلت انا، وخلي بالك في الغربة، شغلك في الغربة حاجة وفي بلدك حاجة تانية. يعني انت في مهن تستعر ان انت تشتغلها ماشي، في الغربة مش تستعر من الكلام ده، والناس ما عندهمش ادنى مشكلة ان هم ان انت بتشتغل العمل ده، بالعكس ده بيحترموك جدا ان انت بتشتغل، ما انتش قاعد في البيت بتنتظر إعانة من ده أو من ده أو من ده. اتكلمت عن الناس اللي بتحاربني، بتحاربني عشان أنا بقول كلمة حق، بتحاربني عشان أنا بوعظ حضراتكم وأنبه حضراتكم من أمور كتير قوي، سواء نصابين أو محتالين أو أي حاجة موجودة كتير قوي. اتكلمت في حاجات كتير قوي في القناة، ودايما هسيب لحضراتكم بعض الفيديوهات المهمة اللي هي تهمكم، عشان الناس في بعض مننا كسالة ما بيحبوش يدوروا. انت لما بتيجي تفكر في بلد ما، فبتدور على اي شيء او اي حد بيتكلم على البلد دي وبتقعد تسمعه، حتى لو هيقعد ساعتين يرغي بتقعد تسمعه. بتسمعه ليه؟ عشان دي مصلحتك وانت اللي بتبحث، ما انتش عاوز حد يحط لك المعلومة ببقك بمعلقة، لازم يبقى عندك سعي واجتهاد عشان الحاجة تجيلك وتكتسب الخبرات وتعرف ان انت كنت داخل على هوية او داخل على خير. والناس بتزعل جدا ان هي بتاخد رفض وما بتجيش اوكرانيا او ما بتجيش روسيا او ما بتجيش اي بلد من دول العالم المنتشرة، ولكن نسيوا حاجة،
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم. الناس بتاخد رفض ويبقى زعلان ومتضايق، ما بيقولش الحمد لله، يا رب انت مش رايد لي الخير في المكان ده، يا ربي انا لو كنت خدت تأشيرة وجيت البلد دي كان ممكن تحصل لي مصايب، كان ممكن اتغش في ناس، كان ممكن اقابل ناس مش قد كده، كان ممكن يحصل لي حاجات كتيرة جدا في حياتي اتظلم فيها او اظلم حد. خلي بالك من الحكاية دي، صدقني والله اوعى تتخلى عن مبادئك واخلاقك وتربيتك. انا بستغرب ناس، بعض الناس اقول له يا ابني جواز المصلحة ده انت زوجة، ليه بتسميه زواج مصلحة؟ ده ما يعتبرش زواج، انت ليه بتسميه زواج؟ فيقول لي ايه، مش مشكلة مش مشكلة، اهم حاجة الاوراق. فدي نوعيات موجودة اللي هم والعياذ بالله ممكن نقول عليهم دي قلة قليلة في مجتمعاتنا، ودي حقيقة، اللي هم الديوس والعياذ بالله، ان ممكن يشوف اخته او امه او حد من اهله عادي في حضن راجل تاني، عادي بالنسبة له، مش مشكلة، اهم حاجة الفلوس، اهم حاجة الاوراق، اهم حاجة الباسبورات. كتير قوي تفكر ايه يعني معايا جنسية، طب ما انا عاوز اتنازل عن الجنسية، ايه المشكلة وعيش في بلدي مثلا. الناس اللي هم عايشين ومعاهم جنسيات كتير هتلاقي الحاجات دي كلها بيفكروا فيها، لو فضلت في الغربة مدى حياتك لازم تحن لبلدك، ودي مهمة جدا. صدقني والله انت ممكن في الاول السكينة سرقاك وفرحان بالمناظر وفرحان بالحاجات الجميلة اللي حوالينا، ولكن تتفاجئ ان انت فعلا فعلا في النهاية محتاج ان انت تموت في بلدك. تخيل، والله العظيم. مهما تاخد اوراق ومهما يبقى معاك العلماء، الناس اللي خدت جائزة نوبل في مصر مثلا، كانوا في امريكا عايشين ومعاهم الجنسيات وعلماء زي احمد زويل مثلا الله يرحمه، وبعدين رجع مات فين؟ مات في بلده. هل الراجل ده كان محتاج ان هو يكمل حياته كلها في الغربة؟ لا، هو الراجل حسبها زي اي مغترب بيسمعني دلوقتي، هو مسيره لبلده، مسيره يروح بلده خلاص بقى في كبره اللي هو خلاص مفيش قوة، ويبدأ بقى خلاص يعني يلا حسن الختام، ويكمل حياته ويموت في ايه، في تراب بلده. ليه تدفن في بلاد غريبة، في دول غريبة؟ الناس ما بتاخدش بالها من الامور دي، فلازم تخلي بالك ان انت مهما يدور بيك الزمن لازم ترجع لبلدك. بستغرب على الناس اللي بتتخلى تخرج بره بلادها وتقعد تشتم في مثلا مصر، مثلا يقعدوا يشتموا في مصر ويقطعوا في بلدهم ونسيوا ان جذورهم في مصر. ليه تشتم الرئيس او الحكومة او البتنجان او الحاجات دي كلها ليه؟ مشكلتنا يا جماعة ان احنا، ان انا لو اختلفت معاك سبحان الله اطلع انا مثلا كافر مثلا، تكفرني عشان بختلف معاك في الرأي. لا، عاوزين السنة الجديدة دي نسمع للرأي والرأي الآخر. بستغرب من ناس، من أصدقائك تقعد تتكلم معاه في مواضيع، يمكن أنا ناقشت الكلام ده كله مع محمود وعملت حاجات وأفكار وما زلت بعمل أفكار لحد آخر عمر، مش هبطل أعمل أفكار جديدة وأطور من نفسي ومن حياتي. القناة دي ممكن تتقفل في أي وقت، ممكن أنا أبعد عن الإنترنت لظروف ما عادي، ولكن أنت خليك دايما في تجدد بالنسبة للأمور اللي في حياتك. حاول تصلح أخطائك في السنة الجديدة دي وتجعل 2020 سنة تحقيق أو تصليح الأخطاء، عفوا، سنة تصليح الأخطاء اللي هي إيه؟ أنا فكرت إن أنا أسافر دولة كبيرة وعارف ان انا هاخد رفض في الدولة الكبيرة دي، وصممت ان انا اروح البلد دي وخدت رفض، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ربنا سبحانه وتعالى مش رايد لك خير في البلد دي، خلي بالك. ناس بتروح اوروبا في منت زي ما بيقولوا، بدون اي تعب، بيروح يقدم ورقه عادي ويلاقي نفسه خدها، خد مثلا تأشيرة اتحاد اوروبي او بتاع، او راح امريكا او كده. ربنا مش رايد له الخير ممكن، وربنا رايد له الخير. صدقني الحياة مفلوس، والله العظيم الحياة ستر وصحة ورحب بال، اكتر من كده مفيش.
فلوس زايلة. دور على نفسك بعد مماتك، الفلوس اللي انت جمعتها طوال حياتك راحت فين؟ راحت لناس احفاد احفادك عمرك ما هتكون شفتهم ولا فكرت في حتى في اسمائهم. راح ممكن يطلع منهم العالم ويطلع منهم الشرير. فلوسك اللي شقيت بيها وتعبت فيها راح خدها ناس انت ما تعرفهمش، صرفوها في الهوا. جمعتها بالحقد عن الناس، بالنصب على الناس، بالاحتيال على الناس، جمعتها بطرق شريفة وعرق وتعب سنين، وفي الاخر ناس تانية بتاخدها منك. لا، دور على صحتك، دور على عمل الخير، لان ربنا سبحانه وتعالى بكرة كلنا هنقابله، كلنا هنقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وهنقول له احنا عملنا ايه، او من غير ما نقول له هو عنده كل حاجة. الملائكة بتأيد، حتى الصفارة بتأيدها. الناس اللي بتيجي الدول الأوروبية عشان الأوراق، صدقني والله العظيم أنت بتضحك على نفسك، أقسم بالله العظيم، والله العظيم الأوراق اللي أنت بتعملها دي أوراق في نظري أنا مزورة. مزورة دي حقيقية؟ آه حقيقية، بس هي مزورة، مزورة في حياة زائفة. حاول تجدد من حياتك زي ما قلت لكم في العمل. لو عملك مش قد كده حاول تسعى على قد قدر تعليمك، ما يبقاش انت مهندس او 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 خريج جامعه عليا وتروح تشتغل شغلانه اي كلام. معلش اهلك ما صرفوش عليك عشان انت تروح تشرفهم بالشغلانه لاي كلام، الشريفه هي شريفه، ولكن معلش ربنا سبحانه وتعالى جعلنا فوق بعض درجات. لو كل الناس ربنا خلقهم مهندسين يبقى مش هنلاقي عمال، مش هنلاقي دكاتره، مش هنلاقي علماء، مش هنلاقي مش عارف ايه. فما ينفعش كل الناس تشتغل شغلانه مرموقه كلهم، لا، ربنا سبحانه وتعالى حبب الزبال في مهنه الزباله، حبب العامل في مهنه ان هو عامل وبيشيل وبيحط عشان الحياه تستمر، حبب السواق السائق في مهنه السواقه عشان الناس تمشي وتروح وتسافر الدول وتروح هنا وهنا وهنا من خلاله. ربنا جعله سبب ان هو يسعد غيره. انت كمان حاول تجدد نفسك، لسه ما خلصتش جامعتك وفي اخر سنه وعمال بكل شويه بتنزل فيها، حاول تشد على نفسك السنه الجديده دي وخلص جامعتك. حارب في جبهه واحده، ما تحاربش في كل الجبهات في كل في وقت واحد. عندك 30 مشكله ما تقعدش تحل لي في ال 30 مشكله وتقول انا عاوز احلهم، لا، حل مشكله مشكله هيتحلوا. دايما كلمة والدي الله يديله الصحة ويخليه، لما كنت في سنة من السنين وقال لي يا ابني حارب في جبهة واحدة، كلمة عمري ما انساها ابدا، وهي كلمة حقيقية فعلا بتنطبق علينا دلوقتي. الناس اللي عندهم مشاكل كتير قوي بيحاولوا يحلوها في وقت واحد. داخل على مشروع خطوبة، توكل على الله، روح اخطب واظبط نفسك. داخل على مشروع جواز، توكل على الله. جاي لك شغل جديد، روح جرب. جاي لك سفرية في دولة عربية، روح، ما تقلقش، انت راجل، ابن راجل، هتروح في اي مكان هتفضل راجل. تعبت ارجع، مفيش اي مشاكل، وابدأ من في بلدك من الصفر. حلقة النهاردة يا جماعة مراجعة للسنة القديمة، وكل سنة وحضراتكم طيبين وسنة سعيدة عليكم. يا رب السنة دي تكون سنة الخير على حضراتكم، صباحكم ورد وعسل. خلي بالكم من نفسكم، الدنيا والله صغيرة جدا. في أحد الحكماء سألوه ماذا تعني الدنيا لك، فقال خرجت من باب، دخلت من باب وخرجت من الآخر. الدنيا يا جماعة باب بتخش منه، باب بتخرج من الناحية التانية، وسلام عليكم. الفترة اللي انت بتمشي فيها من الباب للباب دي فترة قليلة جدا. اعمل الخير في الفترة دي عشان ربنا يكرمك. كلمتين حبيت اقوله لكم، وصباحكم ورد وعسل، بحبكم، سلام عليكم، خلوا بالكم من نفسكم وصحتكم في البرد، سلام عليكم.